أنا هون بالكافيتيريا، إيه عم جيب قهوة. ميرسي إنك جيتي. الحمد لله على سلامتك. على سلمك. كيف صرتي؟ أحسن. أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، بس حبيت تسمعي مني يلي صار. بس يا فارس ما دخلوا. أنا فهمت الأشياء على ذوقي، غلطت بحقك وبحقه. فهمت الأشياء. أشياء مثل شو؟ بس أبد اتصل فيها أكثر من مرة. أنا افتكرتهم حشاش كرمال يحكيني. طلعت غلطانة. بس هيك؟ صدقيني ما في أكثر من هيك. أصلاً ما بتصدق قديش الموضوع محرج بالنسبة لي. أوكي، ليش قلتي لي أجي لهون؟ ليش بدك تحكي؟ أنا ما بدي أحط اللوم على حدا. بس رفيقتي وهمتني وقالت لي إنه هو عم بيهتم فيي وأنا صدقت. بس وقت قعدنا أنا وياه خبرنا قديش هو بحبك. لأنه بحبك كتير وبيعتبرني مثل أخته. أنا كتير وقتها استحيت وانحرجت وصار الحادث. يمكن أنا غبية، إيه، بس مش لدرجة إن انتحر. بعرف هيدا كله ما بيبرر شي، بس اعتبري توديع. بتمنى تسامحين. ما بعرف شو بدي أقلك وأنت بهالوضع. إذا قلتلك أنه مش معصبة منك بكون عم كذب. بس شي منيح انك تكوني حسيتي بغلطك. فارس كان مخبرني كل شيء وقال لي شو صار وانا فهمته وصدقته. بس بمجرد انك تكوني قلتي لي كل هول الاشياء، يعني انت بنت بتحترم حالها. كرمال هيك نصيحتي الك، جربي يكون عندك حكايتك. كي أنت تكون البطلة فيها، ما تكوني بحكاية أنت الشخصية السنوية، لأنه واضح أنه ما بتحب هذا الشيء. وصدقيني بس لاقي الشخص المناسب ما رح تضطري تجربي تفهمي عليه تصرفاته، ما رح تكوني تحت أي اختبار، لأنه الحب أسهل من هيك بكتير وأحلى من هيك بكتير. ارتحت انك منيحة. موفقة.